لم تعد لافتات شعبوية، ولم تعد أيضا شعارات عامة، بل غدت بلاطوهات للتحليل والنقاش المعمق. ومن النقاش الافتراضي تحولت الساحات إلى منصات واقعية. هو حال مسيرة الجمعة السادسة إذن، أو هكذا بدت شعارات كلها جاءت كرد على رؤية جهات وصمت السلطات، لكن المميز فيها أنها استنبطت من القانون. كل ما تطرح السلطة بدائل من أجل المحافظة على بقائها يأتي الشعب ليوقع لا. ما دير الناس بالصالح، احنا نديرو الراجل الصالح. لافتات أبدى فيها المواطنون اعتراضهم لتطبيق المادة 102 من الدستور وحدها التي اقترحها جايد صالح، ما لم ترتبط بإصلاحات سياسية مرفوقة بتطبيق المادة 7 من الدستور، والتي تنص على أن السيادة للشعب والشعب وحده. وكما قالوا، تروحوا كاع ما كان مادة 102 والو، مادة 7 هي اللي تقرر. الشعب مصدر كل سلطة. كفانا من الشيخوخة، كفانا من الثمانينات، نريد شباب من الثلاثينات يبنوا لبناء هذا الوطن. الرسالة لكاع الشعب الجزائري، نتمنى نبنيو بلاد جديدة. شعارات أبدت مدى الوعي والتحضر الكبيرين لدى الجزائريين، معرفة بالقوانين ورؤية تحليلية معمقة للقرارات. فالشعب المثقف شعب لا يجوع ولا يستعبد.